مباراة كبيرة وكبيرة جدا يعني بصراحة. يعني هل هو الحكم حيتحمل الضغط الناديين والجماهيرية اللي فيها وحساسية المباراة؟ إن شاء الله أنه يتوفق. إذا طلع أنه هو صحيح إن شاء الله أنه يتوفق يكون أكثر هدوء، لأنه بصراحة يعني الملاحظة الوحيدة اللي أنا يعني ألاحظها فيه أنه العصبية الزايدة والشد العصبي أكثر، بغض النظر عن الأخطاء أو التميز اللي هو يملكه، لكن هو بشوفه انا عصبي كثير مع اللاعبين، يعني قد حكم لي مباريات.